أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إن بعض مشجعي الكرة والرياضة يحبون ويوالون بعض اللاعبين من الكفار، وفي المقابل يبغضون ويعادون اللاعبين من المسلمين في النادي الذي لا يشجعونه. السؤال: ما حكم عملهم هذا؟ وهل يوصلهم إلى الردة عن دين الله؟ هذا من أضرار المباريات، إذا كان فيها ولا وبراء على هذا العمل الذي لا فائدة فيه، فهذا من أضرار المباريات، ولا يجوز أن يحب الكفار ويعادي المسلمين نظرا لأنهم ما هم من فريقه أو ما هم من ناديه. هذا ما أراده الكفار من تأسيس هذه المباريات وهذه النوادي، أرادوا أن يغرسوا في قلوب شباب المسلمين الولاء والبراء لغير الله ولغير الإسلام، فهذا من سلبياتها، فعلى المسلم أن يحذر من هذا. هم أرادوا أن يشغلوهم عما ينفعهم وينفع أمتهم لئلا يتعلموا العلم النافع للدين أو للدنيا، وإنما يشغلوهم بهذه المباريات حتى يصبحوا لا فائدة منهم للمجتمع، ولأجل أن يغرسوا العقيدة في قلوبهم، عقيدة الولاء والبراء لغير الله عز وجل. هذه من المفاسد. نعم، لعب الكرة إذا لم يترتب عليه محاذير شرعية فهو مباح، أما إذا ترتب عليه محاذير شرعية فهو حرام. ومن أعظم المحاذير هو ما ذكرتموه من جعل الولاء والبراء لأصحاب هذا العمل وإن لم يكونوا مسلمين، فهذا لا يجوز أبدا ولا يقع من المسلم. نعم.